الجزائر منذ 56 بمختلف الرؤى والأيديولوجيات من أجل إرجاع السيادة الوطنية، ولهذا نبارككم على هذه المبادرة الخالدة. إخواتي أخواتي، إن النقابة الوطنية المستقلة للطلبة التي أمثلها لقد شاركنا في فضاء المجتمع المدني المستقل مع عدة نقابات وجمعيات وحركات وحقوقيون من أجل التغيير السلمي. إن الشباب الجزائري اكتسب اليوم من هذا النظام سوى شيئين، وهو المعرفة والرشوة. وإن الجزائر اليوم تشتكي من هذا النظام، وحتى الطبيعة تشتكي من هذا النظام. وحيث هذا النظام قمع النقابات المستقلة والحركات الطلابية وهمج النقابيين، ولهذا إخواني أخواتي عليكم أنتم أن تتلاحموا فيما بينكم كسياسيين، كشخصيات وطنية، كأحزاب سياسية، أن تتلاحموا فيما بينكم من أجل تكريس مبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون، تكريس دولة القانون والتقيد بمبدأ فصل السلطات. عليكم أن تساهموا في محو جهل الجهل المؤسس الذي أسسه هذا النظام وتنظيم انتخابات نزيهة. وحان الآن لنتجاوز شعور الكراهية والحقد فيما بيننا من أجل استرجاع السيادة الوطنية، من أجل إنقاذ الجزائر، لأن هذا النظام لا يحب ولا يحب الذي يعارضه. علينا أن نكون جميعا مقاومين، نحن ندعو للمقاومة. وأتحدث أيضا في الأمازيغية أو ندني غيث ما يسمى إلى قصدين نليت مليون نفوس أكينا البدنة فنساسة من الزيان أذفو يبير ويفكالا غسالي وجدود إلى قيمة دامرة وجدود سمتي سيحبر مسافيز سوي قادة قدشين أكينا كموفن الزيان أتي دير لتلويه توليد إلى قكم المتضرد بالنفوس إثنين وزكا أدبوا وقيت كيس الشيخ ذات المزيخ كيس الأصل فينا إلى قبر رابي زيري مرين الله إلى قساقين من سلاية منين كلية وغد زيري أكل مرة نبغى سي سكسامة سمالون تمون الزيار نكوني بجماعة يفتمور اسمي سمور الزيار. نحن جماعتنا أمة واحدة هي الجزائر. علينا جميعا نحن كشباب كطلبة عليكم أنتم أن تبنوا مستقبلا لنا، هو واجبكم لأنكم أنتم سياسيون ونحن كمجتمع مدني كشباب أين مستقبلنا؟ نشكركم على هذه المبادرة، نحن نبارككم وسنقف أمامكم ونحن أيضا مع مجتمع مدني نجتمع ونلتقي مرارا وعدا لكي ندرس قضايا البلاد، لأن البلاد اليوم هي في أزمة. نحن لا نريد أن نكون بلا مستقبل. 900 أكثر من ملايين الطلبة يخرجون من الجامعات بلا عمل، أكثر من النساء مهمشات، أكثر من الجميع اليوم مهمش الجزائر. هي بلدنا جميعا، علينا أن نوحد الصفوف. Il faut construire un stade pour organiser des compétitions. أحنا اليوم لازم نهيئوا أن بعد يحب الحكم يشدوا، ولكن يجب أن نتلاحم فيما بيننا، أن نتفق ونتوافق، لأن هي مسألة النيل، مسألة البلاد، مسألة الأمة الجزائرية. فعلا لكل منا لديه رؤى، فعلا هي حقيقة لا يجب أن نختفي. لكل منا لديه إيديولوجيات، لكل منا لديه رؤى، ولكن نحن لدينا شيء واحد هي الجزائر. نكني سعادة في تمور في سميس الزيار سلزيارة إلى قلب قريش السديد إلى قلب نو ما إلا قد نتصدري هب نتفاق ما إلا قيل قد نصو غد نصو نكني إلى قلب سلام مسلاي سوف نتسلاي سلام مسلاي سوف نمسلاي سيو نراي إل بني إل ساس تسلالا دي برجيري تحيا الجزائر. شكرا على أشكركم أخيرا على هذه الدعوة التي قدمت لنا كطلبة، لأننا نحن فعلا همشنا من هذا النظام. كلما نريد أن نقوم بحركة سياسية بحركة طلابية داخل الجامعات يقمعوننا. نحن نشتكي اليوم كنقابيين، يجب عليكم أن تمدوا لنا الكلمات كنقابيين كمجتمع مدني، لأن نحن نعاني. ممكن أنتم لديكم لاكريمو، ممكن أنتم تشتغلون لديكم أين تتحدثون، أما نحن نعاني. نحن نساؤنا في نساء جزائر في الصحراء تعانينا، النساء والرجال يعانينا. شكرا جزيلا.